بودكاست موزيك اف ام ونت. دخل خرقة. البارح وقت اللي احنا راقدين في الليل نواب المجلس الوطني التأسيسي صادقوا على قانون احداث صندوق تعويض للمساجين السياسيين، شيء اللي خلى وزير المالية اللي كان حاضر البارح ينطق من جنابه ويصيح مات على الشيء اللي صار هنا ويقول حرفيا مات عشان نعود لكم، قال لهم شلكتوها الدولة معناتها سياس الفخفاخ نطق من جنابه البارح على النواب نتاع النهضة اللي هما اللي صادقوا تقريبا على القانون هذا احداث صندوق تعويض للمساجين السياسيين. معناتها باش نفسر لكم دونك العفو التشريع العام وزيدوا مدرجهم في الوظيفة العمومية من غير كونكور وزيد الفلوس وزيد معناتها واحد يخلص على معناتها ولا على الناس لهنا يدفع عداوة يدفع ضرائب يخلص يزيد في الضوء يزيد في الماء يزيد في كل شيء وفي الاخر معناتها باش يصير مصادقة على صندوق تعويض المساجين السياسيين. وسمحني علاش عقاب الليل يا اخي معناتها دونديري واحد يسرق معناتها عليه هذه الساعتين تاع اللي تجبدوا في النهار معناتها على الاقل الموضوع هذا معناتها على الاقل جبدوا في النهار قدام العباد وفي التلفزه معناتها دونديري حاشمين منه معناتها الحكايه جبدوها في الليل وحتى الوزير نتاع الماليه ما في بالوش بها معناتها ضربه واحده الحكايه ديجا صارت عركه عليها به. اي سيدي مبروك اليوم الصباح حبيت نقول لكم مبروك علينا التوانسه الكل صندوق 26 حلال معناتها هذا اللي نضاف للصناديق الجديده بون معناتها شيء ما يبعدش على بعضه برشا معناتها فماش فرق معناتها بيناتهم الزوز بلاي سامحني معناتها احنا شكون باش يعوضنا على الفقر والغمه اللي قاعدين عايشينها من نهار اللي رينا 217 حتى لتو ما رينا خير معناتها بلاش شكون باش يعوضنا احنا عليها الحكايه هذه يا تراه بلاي سامحوني معناتها هات منحه سكن هات منحه ماكله زيد في الشهريه هما من المنحه المنحه واحنا من المحنه المحنه معناتها هما يزيدوهم منحه واحنا يزيدونا محنه بعد المصادقة عليا ذي التعويض اليوم معناتها قولوا لي جاوكم باهي سافا معناتها سي بون قضيتوا على الفقر والبطالة وعلى الأمور هذه كل توا تعدينا يا سيدي من مطالب نتاع الثورة نهار نذكركم على نسيتوا ولا حاجة نهار 14 جانفي العباد كي خرجت في لافونيو طلبوا بتعويض المساجين السياسيين معناتها لا طلبوا لا بشغل لا بكرامة لا بحرية لا بحد شيء طالبوا بذايا معناتها كهو دونك بعد اللي صار ذي حبيت معناتها في كلمتين مش نلخص اي يا سيدي بحكومه وبمعارضه وبالازلام زاد معاهم كيف كيف بلي الناس كل سامحونا على برا بلي خلينا توينسا وحدنا عليه شكه معناتها ما فهمتش خلينا اخويا توينسا صافين في البلاد هذيا حكومه معارضه ازلام ما عرفش درا شكون كل على برا يدي اختاونا يهديكم يدي اللي نظر على بلاده راه بارك الله فيه ويرحم والديه وهذيا معناتها عملها على خاطر يحب بلاده ويدافع على الرؤى نتاعو معناتها ويزيد يناظر اليوم ماذا بيه هكا معانا وقت البلاد تزيد تعيش في ازمه هو ماذا بيه يزيد يناظر لك شوي ويزيد يصبر على بلاده خاصه كي يعرف لي فما ازمه فما عباد معناتها زوي ولا فما عباد مزمره فما عباد ما عادش خالطه يزيد يناظر شوي اخويا يزيد يصبر شوي توا معناتها وقته والحكايه هذه توا زعما معناتها سامحني معناتها في بالي جماعه تخاف ربي وكل معناتها في بالي اجرهم عند ربي معناتها مش اجرهم عند تاسيسي ديجا هذي حبيت ما تخموا فيها شويه خلي عاد العباد اللي تضرب في اللغه قال كان مثالي نيلسون مانديلا يا دي مانديلا ضرب 30 سنه حبس خرج ما قالوا ما تعطيوني شيء ديجا ما تخرج قالوا كي درا البلاد بخير والعباد محلاهم يزين بعد جي شكون يتشدق معناتها قال كان مثالي مانديلا يفاش مثالك مانديلا سامحني حتى اربع شهر حبس ما عندهمش تبريف مش هذا الموضوع نتاعنا اما اللي حبيت نساله الصباح معناتها كيفاش باش يعوضوا لهم معناتها اسكو بالكيلو النضال ولا برطل ما عارش كيفاه معاش انا كيلو نضال بقداش رطل نضال بقداش يقولون من توا بلا كيفاش باش يتباع النضال خاطر برامون ولا يتباع اليوم في المجلس الوطني التاسيسي به بلا والله شيء يوجع القلب معناتها سامحوني يرفضوا معناتها صندوق للبطاله المعطلين عن العمل ويعملوا صندوق لتعويض المساجين السياسيين والله شيء معناتها يقهر الصباح تكا وعاد مدام ساكتين معناتها نستاهلوا حتى احنا زاد بصراحه معناتها خرطناهم علينا كواعد نستاهلوا احنا يزيدونا في الضوء والماء وهم يزيدون في منحه السكن احنا يزيدونا في الليسانس وهم يزيدون بنوات باش ياخذوا ليسانس بلاش احنا يزيدونا اتاوى وهم يزيدوهم تعويضات معناتها قاعده ماشي هكا الحكايه نستاهل على خاطرنا ساكتين احنا يزيدونا فقر وهم يزيدوهم فلوس دخل خرقة دخل عهريك النهارده صبح وليل ليل بودكاست موزيك FM 1.8